سلام من الله عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من الصحافة اليوم. والبداية كما عودناكم بإطلالة سريعة على أهم العناوين. البداية من موقع اليمن اليوم. وفاة شاب تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي بصنعاء. وقفة احتجاجية للمطالبة برفع الحصار الحوثي عن تعز. تفاصيل الخطة الأممية التشغيلية لتفريغ الناقلة صافر. وكانت خبر طالعتنا بالعناوين التالية: وقفة احتجاجية للمطالبة برفع الحصار الحوثي عن تعز. موظفون يغلقون محكمة بأبيان ويعلقون أعمالها حتى تحقيق مطالبهم. ميليشيا الحوثي توقف عمل المؤسسات والمنظمات التي تحصر الحالات الإنسانية بمناطق سيطرتها. طلبة المرحلة الثانوية في عدن ولحج يشكون آثار ارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء. في نيوز يمن العناوين التالية: تداعيات حظر الحوثي للعملة تكبح الطلب على السلع بنسبة 60%. موت الخرافة السياسية والدينية التي زرعها الحوثيون مرتبط باستعادة الدولة. طرق تعز، بند السلام والحرب في هدنة المكاسب الحوثية. في المنتصف نت الآتي: استمرار نهب الشاحنات والمسافرين في طور الباحة. أسعار القمح تصل إلى مستوى قياسي جديد. في موقع عدن الغد العناوين التالية: بالصور تحول محمية الحسوى بعدن إلى مكب للنفايات. أزمة مواصلات في عدن. دعوات متصاعدة لفتح طريق الحوبان وعقب الثرى. في صحيفة الشارع نطالع: مجموعة هائل سعيد تدق ناقوس الخطر وتقترح حلولا عاجلة لتجنب نقص إمدادات القمح في اليمن. السعودية توافق على تمديد الوديعة السابقة وتحول 174 مليون دولار إلى حساب البنك المركزي اليمني. ترحيب أمريكي باستئناف رحلات من مطار صنعاء وتجديد فرنسي وأوروبي على فتح طرق تعز. من الصحف العربية الشرق الأوسط: الأمم المتحدة تتوقع نقل نفط صافر لسفينة بديلة منتصف يوليو. حملة يمنية تطالب بالضغط على الحوثيين لتسليم خرائط الألغام. وأخيرا من موقع الحدث الإخباري: ميليشيا الحوثي تواصل خرق الهدنة الأممية في اليمن. مجاعة وشيكة في اليمن ومقترحات عاجلة لتجنب نقص إمدادات القمح. اليمن: ميليشيا الحوثي تقتل سجينا بالرصاص في الحديدة وآخر بالتعذيب في صنعاء. عنصرية الحوثي وعراقيل فتح طرقات تعز. تحت هذا العنوان أورد الكاتب سامي نعمان مقالا جاء فيه: تعز لن تفتح طرقاتها ولن يستفيد أبناء تعز شيئا من استمرار إغلاق مطار صنعاء، ولا داعي لاستدعاء المقايضة. الحوثي لا يعنيه إغلاق كافة مطارات ومعابر البلاد بقدر ما يستثمر أنات المرضى وآلام الجوع في محاولة لأنسنة عنصريته. تعز لن تفتح معابرها لأن الطرف الذي يملك التنازلات في هذه الحالة هو الحوثي، وهو كعنصري عنجهي خبيث لا يتنازل لليمنيين. لا تنتظروا فتح معابر ولا تنوحوا. العنصري الحوثي على خطى أجداده في الإجرام والعنصرية واستعباد اليمنيين وقتلهم لأجل حكمه، وعلى طريقة أسياده في إيران في البربرية الهمجية الدنيئة. اليمنيون يعرفون كل يوم من هو غريمهم الرجيم، والخلاص من العنصرية والإجرام الحوثي ليس له سوى طريق واحد يعرفه رجاله، مهما هذا الحالمون بأوهام سلام طرفه مجرم مرتزق هو الحوثي. إلى مقال آخر للكاتب عبد الملك المخلافي بعنوان مبارك انفراجة صنعاء بانتظار السلام في مأرب وتعز. مبروك لأهلنا في صنعاء والمحافظات المجاورة أول رحلة طيران بعد سنوات من عرقلة الحوثي للرحلات الإنسانية لرغبته في تحقيق مكاسب سياسية من معاناة المواطنين.
بقي الحوثي حتى اللحظات الأخيرة يبتز الشرعية والمجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية لإدراكه بحرصهما على تخفيف معاناة لا يبالي هو بها. ومع بدء انطلاق الرحلات الإنسانية من مدار صنعاء بموجب اتفاق الهدنة نقول على الذين ينشدون السلام لليمن ومعالجة القضايا الإنسانية المترتبة على الحرب أن لا يظنون أن مأرب وتعز لا بواكي لهن. هل تصمد هدنة بدون أن تنعم مأرب بالسلام؟ وهل هناك مصداقية للدعاءات الإنسانية بدون فك حصار تعز؟ لا سلام بدون مصداقية. السلام يجب أن يكون لكل اليمن. السلام مصداقية وإخلاص لقضية السلام وليس خدعة واحتيال. وفي قراءة للخبر الذي سنناقشه طالعنا موقع نيوز يمن تحت عنوان الصفر حصيلة الإحاطات الأممية، سياسيون متى تنفذ الميليشيا بنود الهدنة؟ تساءل سياسيون بعد استئناف رحلات مطار صنعاء الاثنين عما إذا كانت ميليشيات الحوثي ستفتح الممرات الإنسانية أمام حركة المواطنين وتنفذ بنود الهدنة الأممية التي لم يتم تنفيذ منها ولا أي بند من قبل الميليشيا حتى اللحظة فيما نفذتها الشرعية من جانبها. وأشاروا أن هناك اختبارا حقيقيا ينتظر الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن بعد إقلاع أول طائرة من مطار صنعاء، والاختبار الأهم ينتظر ميليشيا الإرهاب الحوثية التي تدعي خوفها على المواطن اليمني كذبا وزورا. وأكدوا أن الوقت حان لتنفيذ بقية الهدنة دون قيد أو شرط، فمناطق اليمن أصبحت محاصرة بحقول ألغام إيرانية فيما ترفض الميليشيا تسليم الخرائط وفتح المعابر ورفع الحصار. لمناقشة هذا الموضوع وما إذا كانت ميليشيا الحوثي جادة في صمود الهدنة وتمديدها وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار، أرحب بضيفي من القاهرة عبد الستار الشميري الكاتب والباحث السياسي. أستاذ عبد الستار مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم، وهي تحية أيضا لمن سينضم إلينا عبر الهاتف. فاصل ونبدأ النقاش. أستاذ عبد الستار، يعني الآن وبالأمس كما تابعنا يعني انطلقت أولى رحلات مطار صنعاء بعد تعليق حركة الملاحة لنحو 6 سنوات. قبل ذلك دخلت أكثر من 10 سفن وقود إلى موانئ الحديدة. هل هذا يضع الميليشيا وأيضا المبعوث الأممي أمام اختبار حقيقي من أجل يعني صمود الهدنة وتمديدها؟ بعد التحية لك وللمشاهدين الكرام، طبعا الميليشيات ممكن أن تجدد الهدنة، لأن الهدنة بالفعل بكل تفاصيلها تصب في خانة مكاسب لا محدودة للجماعة الحوثية. من السهل عد بعض هذه المكاسب الاستراتيجية للحوثي بالفعل عندما تصل كل هذه السفن، عندما تقول الأرقام أن 90 مليار ريال يمني والبعض يقول 110 مليار وقد تتضاعف قلبتها الميليشيات من ميناء الحديدة، عندما نقول أنهم أعادوا ترتيب صفوفهم في مارب، عندما نقول أنهم أخرجوا حصلوا على صفقة أسرى بدون مقابل، عندما نقول أن مطار صنعاء فتح وبوثائق حوثية ويمكن أن الحوثي يعني هربوا أو استخدموا يعني سفر بعض قياداتهم مع المدنيين وغير ذلك الكثير. ولذلك تمديد الهدنة ممكن أن يتم وممكن أن يقبل بها الحوثي، لأنها بالنهاية هناك خلل في موازين التفاوض وموازين المكاسب بين الطرعية وبين التحالف. في المقابل لو بحثنا بكل المقاييس، ما الذي استفادته الشرعية والشعب اليمني باستثناء سفر بعض المدنيين الذين كان متاح لهم أن يسافروا في من عدن أيضا، لكن هو مكسب لكنه هامش جدا جدا مقابل كل هذا الضخ من المكاسب للحوثي، والذي ليس ببعيد عنه ما لم يتحدث عنه في الإعلام أن هناك تكثيف في تهريب السلاح عبر موانئ صغيرة الحوثي يتزود بها من إيران. كل هذا يقول أن هذه الهدنة ليست طريق السلام ولكنها طريق مكاسب حوثية،
وربما تؤدي في النهاية إلى مزيد من الاسترخاء للشرعية، ويبعد عن مهمتهم الرئيسية في أن هناك مهمة شاقة جدا اسمها إعادة ترتيب الجيش، لأن الحوثي قد يغدر بعد أن يتمكن من كل هذه المكاسب. نعم تفضل. عموما للمزيد من النقاش أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ فارس النجار المحلل الاقتصادي. أستاذ فارس مرحبا بك. مرحبا بك أخي العزيز وكل السادة المشاهدين. أستاذ فارس، يعني من ضمن الأخبار الملفتة للانتباه في عناوين الصحف تمديد السعودية للوديعة السابقة وتحويل يعني الدفعة الأخيرة منها المقدرة ب 174 مليون دولار إلى حساب البنك المركزي. لو توضح لنا والسادة المشاهدين أكثر حول هذا الاتفاقية أو التوقيع الذي جرى بحضور يعني محافظ البنك المركزي. تحية لك مجددا أخي العزيز ولكل السادة المشاهدين. من المعروف بأن الوديعة السابقة التي حصلنا عليها في العام 2018 كانت قد استخدمت وبقى منها مبلغ 174 مليون دولار، توقفت بسبب المشاكل التي شابت في وقتها وتقرير الخبراء ثم العودة عنه والكثير من الإشكاليات حول الوديعة السابقة. فطلب الأمر إعادة توقيع اتفاقية تمديد أو استكمال استخدام هذا المبلغ وإيداعه لدى البنك المركزي اليمني. تأتي هذه الخطوة ضمن مشاورات تجري حاليا هنا في الرياض ما بين بابل البنك المركزي برئاسة المحافظ وأيضا وفد من الحكومة يترأسه وزير المالية مع الجانب السعودي أيضا لإكمال الإجراءات حول الوديعة الجديدة وآلية استخدامها وحوكمتها وكيفية طريقة استخدامها. وهذا أيضا ما لمسناه أمس من التصريحات سواء كانت من الجانب اليمني أو من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم سفير خادم الحرمين الشريفين إلى اليمن. وأعتقد بأن هذه خطوة إيجابية تعزز من رصيد البنك المركزي من النقد الأجنبي. نعرف جميعا بأن احتياط اليمن من النقد الأجنبي تراجع كثيرا نتيجة انخفاض صادراتنا من النفط والغاز إلى الحد الأدنى، نتيجة توقف صادراتنا من الغاز وانخفاض صادراتنا من النفط إلى الحد الأدنى. هذا سبب عجز كبير في النقد الأجنبي وعدم قدرة البنك على القيام بدوره ولعبه دور أساسي في توفير النقد الأجنبي لرجال الأعمال. اليوم هناك أزمة كبيرة، زايد الطلب على النقد الأجنبي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وانخفاض إمدادات القمح وارتفاع وزيادة أسعار. الأمر يتطلب يعني مبالغ أكبر من النقد الأجنبي قد يعجز القطاع الخاص عن توفيرها. اليوم توفير مثل هذه المبالغ في البنك المركزي تجعل البنك المركزي مستمرا في أعماله في المزادات التي يقدمها عن طريق البنوك التجارية لتمويل حاجة رجال الأعمال. الوضع لا يعني جيد، ولكننا سنواجه خطورة أصعب خلال الفترة القادمة إن لم يكن لدينا حلولا أخرى تمكننا من توفير التمويل اللازم لاستيراد السلع الأساسية ومقابلة هذا الارتفاع المتزايد في الأسعار. نعم، أرجو أن تبقى معي أستاذ فارس لمناقشة الكثير من الجوانب الاقتصادية والظروف المعيشية للمواطن، ولكن أيضا أرحب بضيفي الآخر عبر الهاتف الدكتور شهاب العزعزي رئيس الائتلاف الوطني اليمني. دكتور شهاب مرحبا بك. مرحبا، حياك الله. تفضل. دكتور شهاب، يعني اليوم نناقش وبعد يعني أن تجاوزت فترة الهدنة ثلثي الفترة المحددة وأكثر من 40 يوما عن سؤال طرحه الكثير من السياسيين، وهو متى ستنفذ ميليشيا الحوثي الالتزامات المتعلقة بالهدنة في ظل التعاطي بإيجابية من قبل الطرف المقابل الشرعية ومن ورائها التحالف؟ بالنسبة لالتزامات الحوثي نحن طبعا مدة مجهولة، لأن هذا السؤال يعني توقف عليهم، يعني يوجه للطرف الحوثي. هم ما نعلم هل هناك جدية في هذه المسألة أو لا، أو تحتاج إلى تدخل خارجي. لكن فيما يتعلق بالجانب الشرعية والتحالف، هم ملتزمين بما وضعوه من اتفاق، وهم على استعداد لاستكمال الإجراءات المتفق عليها، وهم الآن أيضا حابين أنهم يبدأوا على أرض الواقع
استكمال ايضا ما تعهدوا به بالنسبه لدول الاتحاد السعوديه وغيرها. انما هل سيتعطل الاتفاق اذا وجدوا انه ما في تفاعل من جانب الحوثي، وما الذي ستفعله الشرعيه في هذه الحاله؟ الشرعيه طبعا هي تستمع الى تعليمات التحالف الاخير، يعني السعوديه والامارات هم متماسكين في الملف. فالحقيقه الاجراءات معقده جدا، هي بسيطه لكن معقده في عدم ايجاد صيغه واضحه للاتفاق المشترك، او خلينا نقول لآلية التنفيذ او موعد متفق عليه، ما في شيء واضح محدد بحيث انه يكون ملزم. نعم، ارجو ان تبقى معي دكتور شهاب. بالعوده اليك استاذ عبد الستار الشميري، التساؤلات التي تطرح تحيلنا الى تساؤلات اخرى من قبيل، يعني اذا ما كانت هذه الهدنه سوف تكون نسخه كربونيه لاتفاق السويد، بمعنى ان ميليشيا الحوثي تاخذ دون ان تعطي، وهل ما يزال يعني المفاوض الممثل للشرعيه المعترف بها دوليا غير قادر على يعني الخروج بضمانات من أجل تنفيذ الهدن الإنسانية؟ بالفعل الوقائع التي نراها شاهدة وشاخصة للعيان تقول أن المفاوض في الشرعية لم يستطع أن يأخذ مكاسب حقيقية ولا حتى اشتراطات تزامن، بمعنى أنه عندما تفتح مطار صنعاء تفتح معابر تعز، عندما يتم إخراج أسرى يتم إخراج حتى على الأقل بعض الشخصيات المهمة والسياسية لدى الحوثي محتجزين، عندما يدخل النفط وتقبض الميليشيات 90 مليار أو 110 أو أكثر، يبغي أن يتم الاشتراط دفع رواتب الموظفين على الأقل في أماكن جغرافية التي يسيطر عليها الحوثي. هناك شيء غريب وعجيب جدا، يعني يمكن توصيف هذه الهدنة بمفرداتها وما ناله الحوثي أنها أشبه بمجموعة ترضيات، ليست هدنة بشروط متكافئة، قدمت للرزمة من الترضيات للحوثي لكي يذهب إلى طاولة السلام أو الحوار نحو السلام، لكن الحوثي ومن خلفه إيران فهموا هذه الترضيات على عكس ما هي عليه، فهموها أنها هي انكسارات وأنها عبارة عن انتصارات كما وصفها إعلامهم، وحتى الذي يبحث في بعض الصحف الإيرانية باللغة العربية أو بعض المواقع الإيرانية كيف يحلل المفكر الإيراني أو الكاتب الإيراني ما حصل مؤخراً، أن هذه الجماعة بدعم إيران انتصرت وها هي الآن تفرض شروطها، حتى أن الجواز الذي يسافر به المسافر أصبح يصدره الحوثي. ينبغي إعادة النظر من المجلس الرئاسي الذي الآن يقارب 50 يوماً أو 40 يوماً في هذا الموضوع، والبدء في حصد مكاسب لصالح الشعب، لأن الهدنة إلى ما لا نهاية، صحيح أنها تريح الشعب قيم الحرب، لكن على المستوى البعيد جداً ستعطي نفسا، لأن ما يحصل حرب معلقة تمدد بهدن وتؤسس على أرض الواقع سلطة أمر واقع يمكن أن تفاوض في لحظات بعيدة المدى أنها حكم ذاتي. هذا العقل الحوثي وهذا العقل الإيراني أعتقد أنه استراتيجيا يخطط لتثبيت هكذا وقائع. لو نستذكر كيف بدأ حزب الله منذ فترة سنين طويلة جدا، وكيف تدرج من نواة وخلية مقاومة رحب بها الشعب اللبناني، ثم أصبح دولة في غفلة من الزمن عندما أصبح مالا، مؤسسة مالية وإعلامية وعسكرية. هل لدى المجلس الرئاسي عقلا استراتيجي يعي ذلك ويعيد ترتيب أولوياته في ملف التفاوض والهدنة؟ لأن هدنة إلى ما لا نهاية بهذا الأمر هي خسارات لا نهائية للشعب اليمني بشكل عام. نعم، بالعودة إليك أستاذ فارس، هناك الكثير من الملفات، ولكن يعني سأسألك بعجالة فيما يتعلق بما ذكرته بخصوص أن الدفعة الأخيرة من الوديعة السابقة وصلت، وذلك وتأخرت نتيجة شبه للفساد بالنسبة للحكومة، هل هذا يعطي مؤشر بأن الوديعة التي تعهدت بها المملكة والإمارات لدى تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ربما تتأخر؟
أن الناس تتأخر كثيرا، ولا نستطيع أحدا أن يجزم بذلك الناس تتأخر، ولكن الأخبار التي وردت مؤخرا تشير بأن هناك مشاورات تجري الآن فقط لحوكمة أو كيفية استخدام هذه الوديعة وكيفية إدارتها بشكل صحيح، بما يحقق الفائدة الكبيرة للشعب اليمني ويحقق الفائدة المثلى من هذه الوديعة. لنكون صريحين مع بعض، هناك إصلاحات اقتصادية ملزمة بها الحكومة خلال الفترة الماضية، خلال الفترة القادمة نحن محتاجين لتقليم يعني روابط أو جماعات الفساد في كل مكان، بحاجة إلى إصلاح المؤسسات المالية، مؤسسة الضرائب، الجمارك، نحن بحاجة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة على مستوى مؤسسات الدولة، تعيد لهذه الدولة هيبتها وتستفيد فيها الدولة من مواردها، استمرار استفادة الحوثيين من الضرائب، استمرار تعطيل الملف الاتصالات واستفادة الحوثيين من غيره من الملفات العاجلة، هي بحاجة لإصلاحات واسعة وكبيرة، يجب أن تبادر بها الحكومة لتثبت حسن النوايا ليس فقط للأشقاء في الخليج ولكن للعالم كله بأننا قادمون على إصلاحات، وأن هناك منظومة إصلاحات اقتصادية تتخذ ويجري العمل بها على الأرض لاستيعاب هذه المساعدات والاستفادة منها بما يعزز وجود الدولة. نعم. أشير إلى نقطة مهمة يا أخي، أي مساعدات تأتي هي عبارة عن حلول مؤقتة، هي عبارة عن مساعدات تساعدنا للنهوض مرة أخرى، ولكن لن يتحقق التعافي الاقتصادي إلا بإعادة بناء مؤسسة الدولة، إلا بي 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 برفع صادراتنا من النفط، إلا بعودة تصدير الغاز، إلا بتفعيل المؤسسات الإيرادية كالضرائب والجمارك والاتصالات والاستفادة من كل الإمكانيات وقطع مد يد الفساد أو قوى النفوذ السياسية والعسكرية التي تستفيد من إيرادات الدولة ولا تذهب بها إلى أوعيتها الحقيقية. نعم، أيضا سؤال أخير ولكن بعجالة قبل أن أنتقل إلى الدكتور شهاب، كيف قرأت أستاذ فارس بما أنك محلل اقتصادي التحذير الذي أطلقته مجموعة هائل سعيد أنعم بخصوص أن هناك مجاعة وشيكة نظرا لارتفاع أسعار القمح ونقص إمداداته؟ بطبيعة الحال نتيجة ارتفاع الكبير في أسعار القمح نحن بحاجة إلى تمويل أكبر اليوم، سواء كانت البنوك التجارية أو رجال الأعمال هم بحاجة إلى توفير من يساعدهم في توفير النقد الأجنبي الذي يساعدهم من تغطية حاجتهم في الاستيراد أو الارتفاع المتزايد في الاستيراد. أعتقد نحن أمام حلول قد يجب أن يتم عملها في المستقبل، سواء كان الوديعة أو البحث أيضا أو إنشاء صندوق تمويل مشترك ما بين القطاع الخاص والمنظمات الدولية والحكومة يسهم بتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية، أيضا الذهاب والتحرك عربيا وعموميا لدى المؤسسات الدولية وصندوق النقد العربي لتوفير سقوف ائتمانية تساعدنا من تلبية الحاجات الأساسية من النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية وتجنب الدخول في أزمة خانقة. نعم، فارس النجار المحلل الاقتصادي كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وأتحول إلى الدكتور شهاب العزعزي. دكتور شهاب، يعني البعض يتساءل عن هذه الهدنة ومدى جدواها ومن المستفيد منها، خصوصا في ظل يعني السماح بدخول سفن المشتقات الآن، فتح مطار صنعاء، ويتساءل عن أين يعني الموظف من هذه الهدنة. هناك مئات آلاف الموظفين لم تعد عليهم الهدنة بأي فائدة. أيضا فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية والمعيشية، هل ساهمت هذه الهدنة إلى حد الآن في فك الحصار المفروض على تعز والمعابر الأخرى في المحافظات اليمنية؟ مع الأسف لم يستفيد المواطن من الهدنة، ولم يستفيد الموظف، ولم تستفيد محافظة تعز والمناطق المتضررة. الهدنة لم تأتي بأي نتيجة إيجابية على كل تلك الأطراف، وهو كان المستهدفين يعني. نعم، أيضا إلى جانب دكتور شهاب، بالجهة المقابلة هناك استفادة، صنعاء استفادوا فتح المطار، يعني في ناس استفادوا من هذه لكن المجموع العام لم يحقق الهدف المطلوب. نعم، بالإشارة إلى موضوع الاستفادة من قبل الحوثيين من هذه الهدنة، أيضا هناك في ظل يعني التقدم البطيء إنسانيا لمصلحة الحوثي، هناك خروقات مستمرة في الجانب العسكري، هناك أكثر من 3000 خرق حوثي. إلى أي مدى
هذه مؤشرات، وفي ظل تصريح رئيس هيئة الأركان العامة بأن الحوثيين يحضرون لهجوم وشيك على مأرب، بأن الهدنة لن تصمد وهي مجرد استراحة محارب ويعني استراحة للملمة أوراق الحوثي عسكريا. هذا أيضا وارد، يعني ستبقى بهذا الشكل لمد مقاومة واستعادة قواهم واستمرار في الجبهات إلى أن يتم الحسم العسكري أو الجلوس على طاولة المصالحة الوطنية. طالما ما في مصالحة وطنية الآن ولا في حسم عسكري، معناته طبيعي جدا أنه تعتبر الهدنة استراحة، وبالتالي يستأنف عملية المواجهات العسكرية في موجب هذا القتال. نعم. المسألة لا تحتاج الانتظار مزيد، بالعكس إضاعة الوقت لعدم الحسم هذا شيء مشكلة كبيرة. هي طبعا نوع من المسرحية الهزلية من قبل المجتمع الدولي بقيادة أمريكا وبريطانيا. الموضوع أكبر من ملفين، الموضوع ليس داخل اليمن، الموضوع هو أن اللاعبين الدوليين المتحكمين من ملف اليمني وهي أمريكا وبريطانيا لا يريدون الحسم الآن، يريدون تقوية طرف الحوثي أولا بما يخدم الأجندات العامة إلى أن تأتي الفرصة المناسبة. طبعا خلال هذه الفترة قد قربت طبعا المدة، سيعملون نوع من المسرحيات الهزلية أنه والله تم توحيد الصف وأنه حاول يقاوم في الأخير خلاص يلا ما عليش يجلسوا مع بعض سووا اتفاقيات، بحيث أنه يكون طرف الحوثي طرف قوي في الجلوس على الطاولة. بالأخير راح تقريبا حسب توقعاتنا يسلموا نصف الحكم والشرعية كلها تأخذ نصف الحكم. هذا السيناريو الذي نحن نتوقعه أنه ممكن يحدث، والذي تريد أن تخطط له أمريكا لأن هي من تدعم الحوثيين بشكل رئيسي. أما البقية هذه كلها أدوات، يعني شماعة إيران كلام، هذا كله غير صحيح. داعم الحقيقي للملف الحوثي هو أمريكا، ولهذا هم مش قادرين يخطوا أي خطوات للأمام على الأسف الشديد. هذه الحقيقة التي ينبغي أن نعرفها يعني. نعم. الدكتور شهاب العزعزي رئيس الائتلاف الوطني اليمني، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك أستاذ عبد الستار، استمعت إلى ضيفي قال بأن اللاعبين الدوليين يحضرون لتمكين الحوثي وربما تقاسم السلطة. هناك أيضا تصريحات للسفير البريطاني بأن هناك مشروع قرار لبريطانيا في مجلس الأمن، أيضا تصريحات المبعوث الأمريكي عن أن الحوثيين يسيطرون على الناس بالسلاح وأيضا لا يمكن إزاحتهم بالتمني. هل هذه كلها مؤشرات على أن القادم سيكون بعيدا عن الأمان التي تتطلع إلى عودة الدولة إلى العاصمة صنعاء؟ ليس هناك شيء مستحيل، هذا أولا قاعدة أساسية، إن الله مع صاحب المدفع الأقوى، هذه قاعدة أخرى. لكن أولا في فهم الموضوع الحوثي وأن أمريكا هي الداعم الأساسي، أنا لست مع هذه الرؤية إطلاقا. أمريكا بالفعل هي دولة برجماتية، ممكن أن تقبل بالحوثي إذا أصبح أمرا واقعا، وممكن لا تقبل به، لكن ليس لمصلحتها يعني بقاؤه أو ذهابه، هكذا تتعاطى القواعد السياسية الأمريكية. وعندما نقول أن إيران، يقول الضيف الكريم الذي قال شيئا جيدا في أشياء أخرى، أن إيران موضوع هامشي، هذا ليس صحيحا. لابد أن نعرف من هو عدونا الحقيقي في اليمن. نحن الآن التوصيف الطبيعي أننا تعرضنا لاحتلال إيراني فارسي ببزة سلالية وقلب فارسي مكتمل الأوصاف. هذا المال مالا إيرانيا ومالا مسروقا يمنيا الذي يغذي حرب الحوثي. هذا السلاح وهذه الخبرات وهذا التدريب، هذه الفكرة هي فكرة من أفكار تصدير الثورة الإيرانية. الجماعة الحوثية هي الأداة وهي التي سهلت، صحيح أن لديها يعني الآن أصبح لديها هامش جغرافي، لكن لولا إيران، لو استبعدنا إيران من البداية منذ الحروب الستة الأولى دعما وكذا، ما وصلت الجماعة. على الأقل كانت ستكون موجودة في صعدة كجماعة كما كان في حجمها الطبيعي مثلا، ولو أن حجمها الطبيعي أيام في العشرين السنة الماضية لم يكن حجمها الطبيعي، كان حجما طبيعيا مزود بخبرات ودعم إيراني ولكن بشكل أخف. هذا التوصيف. إذن هل أمريكا وبريطانيا لمصلحتها بقاء الحوثي وهي المساند الأساسي، أم أن هناك يعني عبارة عن عمل إيراني
يعني يفرض على المجتمع الدولي أحيان شروطه كما فرض في لبنان، كما تفرض روسيا الآن الوضع في أوكرانيا. أمريكا وبريطانيا ليست ربة الكون على أي حال، صحيح لهم مصالح، صحيح أنه أحيانا الحرب تغذي شركة السلاح، لكن في اليمن هذا ليس قدر، هذا احتلال. ما الذي ينبغي إجابة على سؤالك؟ هل سنستمر وهل سيطبق هذا الأمر ويصبح واقعا ولا حل بالأماني؟ نعم، هناك طريقين، إما طريق الجيش وإما طريق ثبات ما هو موجود. إذا رأينا أن هناك جيش يعد، تأكد أنه مهما كانت قوة الحوثي، الجيش اليمني بكل هذه الحاضنة الواسعة وكل هذا الجغرافيا وكل هذا العدد سينتصر، وإن كان بفترة زمنية ليست قصيرة. إذا لم يتم بناء الجيش وبقي المجلس الرئاسي يدور في الهوامش وفي فضاءات الكلام والوعود ولم نرى بداية حقيقية، تأكد أن هذا المشروع الإيراني سيصبح دويلة كحزب الله، وسنرى هذا، والمجتمع الدولي سيكون دوره كما قال تصريح الخارجية الأمريكية منذ 9 أشهر، ليس بالأمان إزاحة الحوثي، رسالة واضحة، تريدون إزاحته اعملوا شيء، لكن نحن نعترف لم تكن يعني أمريكا تغير، كانت تتعامل مع أين؟ تعاملت مع القاعدة، تعاملت مع طالبان في أفغانستان بعد أن حاربتها، وسوف تتعامل مع وقائع الأرض في أوكرانيا التي ستفرضها روسيا. هكذا هي أمريكا، لأنها لم تعد هي سيدة العالم، أصبحت قوة، وعجزها الاقتصادي يدفع بها إلى أن تهادن الدول المحورية في المنطقة، ومن في قلب هذه الدول المحورية إيران، تركيا، مصر، السعودية، هذه أربع، وإسرائيل، هذه الخمسة الدول هي التي تتحكم الآن بمصير إقليمنا في الشرق الأوسط. إيران أصبحت حاضرة، هل نستطيع أن نواجهها عسكريا أم سنبقى نتغنى بكلام ووعود بالجيش وأن لدينا جيش ونترك الوقائع تؤسس على الأرض؟ هذا هو السؤال الذي ننتظر إجابته من القط، من الثمانية، من المجلس الرئاسي في قادم الأيام. نعم، أضف إلى ذلك السؤال الجديد الذي يطرح أمام يعني الضغط الدولي والمجتمع الدولي، الذي كما تابعنا تصريحات المبعوث الأممي، مجموعة الدول السبع، أيضا كل القوى يعني والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تدعو إلى تمديد الهدنة في ظل المكاسب السياسية وأيضا الاقتصادية لميليشيا الحوثي وعدم تنفيذها للبنود. هل هذا سيشكل ضغطا على المجلس الرئاسي ويجعله غير قادر على يعني الخيار الذي لا بد منه إن كان شرا لا بد منه، وهو الحسم العسكري؟ الضغط الدولي موجود، لكن هذا الضغط الدولي لن يمنع المجلس العسكري من عمله بفاعلية في كل الاتجاهات، اتجاه الحرب وخيارات السلام. لكن المجلس الرئاسي يبقى السؤال المرهون، هل هو عند مستوى هذا التعاطي أن واجباته هي في المقام الأول حماية مأرب والذهاب إلى تأسيس الجيش، أم أنه ينتظر ما يملى عليه؟ هذا هو السؤال المحير الذي لم نكتشف الآن ولم يختبر المجلس الرئاسي حتى نستعجل ونحكم عليه. التفاؤل أن هؤلاء الثمانية رجال ميدان، معظمهم عسكريين وأمنيين، التفاؤل أن لديهم خبرة سابقة، التفاؤل أنهم يؤمنون أنه ينبغي صنع شيء في الميدان حتى يجنوا على طاولة السياسة. ما يتعلق بالهدنة هي أيضا خطيرة جدا، بمعنى نحن لدينا 3 مسارات، إما مصالحة وطنية وإما حرب وإما هدنة. المصالحة الوطنية لا يريدها الحوثي ولا إيران، الحرب الحقيقية لا يريدها الحوثي ولا إيران، بالفعل إيران والحوثي يريدون تمديد الهدن لأنها لصالحهم، هذا أمر يطول شرحه، يعني كيف هي لصالحهم سياسيا، كيف هي لصالحهم إنسانيا، كيف هي لصالحهم يعني في كل المقاييس، هذا أمر آخر. لكن تمديد الهدن بهذه الشاكلة لا شك أن الحوثي سيسعى إليه، وربما يمدد 6 أشهر كما طرح المبعوث الأممي منذ 20 أو منذ أسبوعين تقريبا يوم. نعم، الأستاذ عبد الستار الشميري، الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. والشكر لكم أعزائي المشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.